بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن تغير نطاق موقع كريبتو ماينينج. طبعا موقع كريبتو ماينينج موقع صادق وثقة وآمن وأمين ومضمون ويدفع للجميع إلى حدود الساعة. لقد أصبح CryptoMining.Farm لا يعمل كما ترون، فتوجهنا إلى الفيسبوك على حسابهم، وهو حسابهم كما ترونه. هنا ذكروا الخبر أنهم انتقلوا من CryptoMining.Farm إلى CryptoMiningForm.io طبعا، وأيضا ذكروا كذلك على حسابهم على تويتر أنه قوموا باستخدام هذا الرابط CryptoMiningForm.io، والسبب يقولون يعود إلى وجود مشاكل في شروط الخدمة مع مقدم نطاق CryptoMining.Farm. لذلك قاموا بحجز نطاق جديد وهو عبارة عن CryptoMiningForm.io، وكما ترون الموقع يعمل بشكل طبيعي جدا، لا يوجد به أي مشكلة أبدا. وها هو النطاق الجديد كما ترونه CryptoMiningForm.io. فقط ها هو السبب، أحببنا أن نوضح ذلك لمن يطلب هذا الموقع ويراه ويرى أن الموقع لا يعمل. الموقع لم ينصب، الموقع ما زال ثقة وآمن وأمين ومضمون وصادق ويدفع للجميع إلى حدود الساعة، ونحن ننصح به بشدة جدا. فالعقود لديه عقد 3 شهور، وعقد 6 شهور، وعقد سنة، وعقد 15 سنة، وعقد مدى الحياة كما ترونها هنا أمامكم. ها هي العقود، عقد 3 شهور، 6 شهور، وسنة، أيضا عقد 3 سنوات نسيناه، عقد 15 سنة، وعقد مدى الحياة. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.